طائرة التحالف تواصل ضرب مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع على أطراف تعز ومأرب. حالة تأهب أمني في مصر في الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير. تنظيم داعش يكشف عن منفذي هجمات باريس بينهم عراقيان، وهولاند يقول إن فرنسا لن تهاب أي تهديد. غارات روسية مكثفة لدفع قوات النظام وميليشياته لاستعادة المواقع التي خسرها في اللاذقية ودرعا. عاصفة ثلجية تضرب دول شرق المتوسط معرقلة وسائل النقل والحياة اليومية لسكانها. آلاف المعلمين المتدربين يتظاهرون في المغرب احتجاجا على خطط حكومية لخفض الوظائف في قطاع التعليم، متحدين بذلك حظرا رسميا على المظاهرات.